تتجه الأنظار صوب ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة الذي سيكون مصرحا للمباراة الودية التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الأرجنتيني يوم الثلاثاء 26 من الشهر الجاري. ومن المتوقع أن تعرف المباراة حضورا جماهيريا كبيرا بعد الإقبال الكبير من الجماهير المغربية على التذاكر الخاصة بالمباراة. وأكدت الصفحة الرسمية للمنتخب الأرجنتيني عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المباراة بسبب الإصابة الطفيفة التي كان يعاني منها من قبل، والتي تفاقمت أمس في المباراة الودية التي جمعت المنتخب الأرجنتيني بنظيره الفنزويلي بالعاصمة الإسبانية مدريد. ويغيب كذلك دي ماريا عن تشكيلة الطانجو أمام الأسود بسبب الإصابة.